يعني أبرز المظاهر التي تمت إلى الآن ومظاهر الدعم البريطاني والتأييد البريطاني لأوكرانيا كان يقف هنا أمام مقر الحكومة البريطانية قبل حوالي نصف ساعة من الآن، كل من رئيس الوزراء وزوجته والسفير الأوكراني وزوجته السفير الأوكراني في لندن، بالإضافة إلى عدد من القوات المسلحة والعاملين في 10 داونينج ستريت، وقفوا هنا في دقيقة صمت، وقام رئيس الوزراء مع السفير الأوكراني في لندن بوضع الأكليل من الورود الظاهر خلفي على باب 10 داونينج ستريت، وسوف يبقى هذا الأكليل وهو لأرواح كما يقول رئيس الوزراء، يرسل إلى أرواح الضحايا الأوكران الذين دافعوا طوال عام عن أرضهم. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوف ينضم مساء هذا اليوم للقمة الافتراضية لقادة مجموعة السبع، وسوف يدعوهم لزيادة الدعم لأوكرانيا. رئيس الوزراء قال إن أوكرانيا سوف تنتصر في هذه المعركة على روسيا، وعلينا كتحالف وأصدقاء لأوكرانيا أن نضاعف من هذا الدعم ونزيده بشكل كبير، وتحدث علانية عن الدبابات والمضادات للصواريخ المضادة للطائرات وأيضا للطائرات الحديثة. قال إن هذا الدعم يجب أن يزداد حتى تقترب لحظة انتصار أوكرانيا على روسيا. بالتزامن مع هذه الذكرى أعلنت الخارجية البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، طالت 92 مسؤولا وكيانا روسيا، وهذه العقوبات تشمل حظر تصدير المواد المستخدم بها الحديد والصلب، وعدم استيراد مواد أيضا مواد لها أكثر من استخدام، طبعا استيراد روسيا من بريطانيا لمواد قد تستخدم في أكثر من جهة، بالتالي تستخدم في العتاد العسكري، وهذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ. لكن لتذكير، بريطانيا بعد انتهاء عام من الحرب أصبحت إلى الآن بدون هذه العقوبات، أصدرت 1200 عقوبة طالت أفراد و120 عقوبة طالت كيانات، وهذا أكبر رقم مسجل في تاريخ بريطانيا من العقوبات تجاه دولة أخرى.